أنا اللي كان لازم أعرف إنه بنتي عم تتعذب، أنا اللي كان لازم أحذر، بس أنا ما حذرت، ما حذرت، وقعدت على الموت بإيدي. هلا المهم إنه هو ما مات. وأختك دانيا ما لازم تبقى بالمخفر، دخيل لازم ترجع على البيت، ما لازم تروح على الحبس ولا نهار، فاهم؟ ما يهمك أمي، أنا رح ظهرها لو شو ما بده يكلفني، لو شو ما صار. عندي كتير رفقة بقدر اتدين منهم، ما تخافي. الله يخلي ليك، انت صغير البيت وحامل كل شي على كتافك. الله يحمي ليك يا ابني.